السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو ده أنا طالع فيه مع ماما بطة علشان أنا جيت أشتكي لها. أنا جاي دلوقتي يا جماعة، أنا مش هتكلم، هي اللي هتتكلم. تحكموا برأيكم على اللي بيحصل، ادوا رأيكم بقى في التعليقات لرباب، عشان أنا تعبت وزهقت. دلوقتي يا جماعة قصة وما فيها إن رباب ما كنتش أتوقع يحصل منها ده كله. راحت عند حماتها، وحماتها هناك بيت عيلة، العمارة فيها ليه ما شاء الله اخواته ثلاثة رجالة، وهناك طبعا متجوزين وليهم عيال. راحت اتكلمت، يعني كانت قاعدة مع مراتات اخواته وكده، فالعيال اتشكلوا مع بعض عادي، اطفال مع بعض. رباب اتحمت، ازاي ابن اخويا يعمل كده في ابني؟ وحصلت مشادة جامدة، وطبعا شطحت في الكل، في نسوان اخواته كلهم. ووالدته جايه بتتكلم تقول لها اسكت انت مالكيش فيه. يعني ايه اسكت انت مالكيش فيه؟ دي قله ادب وسفاله طبعا، مش عشان بنتي انا هحاملها، ولا عشان هو قاعد انا هحاميله، لا، الحق يتقال. كلمه الحق لازم تتقال. حماتك يعني زي امك، يعني تحترميها، يعني تحطي جزمتك على دماغك، مش تروحي تقل ادبك عليها، ولو قامت ضربتك تناوليها الشبش. قله الادب والقذاره دي. جوزها نفسه لما شاف الموقف ده ومتضايق وزعلان، هي روحت بيتها. لو راجل غيره كان قال لها بالسلامه عند امك، وكان اتحمق لامه طبعا، لكن هو اتعامل بمنتهى الادب. صدق يا وعيالها قاعده في بيتها، وجاي يشتكي لي انا. قال سبتها في البيت علشان خاطر هي تعرف ان الله حقها. قال لها انا هروح اقعد عند امي الثانيه، هي اللي هتاخد لي حقي. فدي قله ادب وسفاله. ان كنت سامعاني يا رباب انا بقول لك اهو، عيب اللي انت عملتيه او في الستات اللي هم مراتات اخواته، عيال مع بعضيهم بيلعبوا وبيتخانقوا، هيتخانقوا شويه وهيتصالحوا شويه. والعيال ما كده كده فعلا هيتخانقوا ويتصالحوا. ايه بتتحمي يعني عشان العيل لو ضرب عيل اتضرب هيضرب؟ مش بيتضرب ويضرب في المدرسه؟ ليه كده؟ والست جايه بتكلمك بالادب، تقل ادبك عليها وسفالتك عليها؟ طبعا عيب، ما يرضينيش الوضع ده. تروحي غصب عنك تبوسي ايديها ورجليها ودماغها، هو ده ذنبها؟ خلفت لك راجل زي الفل، مراعيك ومراعي عيالك ومستتك، في ايه السفاله قله الادب دي؟ ليه كده؟ معلش يا احمد، حقك عندي يا ابني، انا هخلص لك منها وهتشوف. دي قله ادب، انا ما ارضاش بالوضع ده. كله خير، اكتبوا لنا رايكم في التعليقات. يعني اللي ما بترضاهوش على نفسك ما بترضاهوش على غيرك، وده احسن حاجه فيك. دي قلة أدب. عشان كده أنا جيت أتوجه لك أنت وأقول لك إيه، أنت بقى تحل المشكلة دي. لا، ده أنا ده هعلمها لك الأدب من أول وجديد. إيه رأيكم يا جماعة في الملل ده؟ كل ده هزار في هزار، ودي حاجات بتحصل. بيقطعوا في فروتي وأنا قاعدة ورا الكاميرا وساكتة. كل ده طبعًا هزار في هزار. وبيحصل. ماما أنت غلطتي في الفيديو، بدل ما تقولي جزمتها على دماغك قلتي جزمتك على دماغها. انا قلت كده، عكستي. انا قاعده ورا الكاميرا والله العظيم، انا ما خدتش بالي اساسا والله. انا قاعده ورا الكاميرا واقعه نفسي من الضحك. طبعا احنا ده مستحيل هتحصل، هو مش مقلب يعني. ما انا فيكم، ما هو في ناس قد ما هو بيكون دي حقيقه، ما هو بالواقع الحقيقه، والناس بتطلع بتعمل فيديوهات، في ستات بتعمل كده، بتفتح في بعضيها على اليوتيوب، في ستات بيعملوا كده مع بعضيهم، السرايط مع بعضيهم. ايوه احنا بنتكلم ماشي، والحبه تيجي تتكلم يا عيني برضك بيقلوا ادبهم عليها. فليه طيب؟ احنا بنتكلم ده امر واقع وكل حاجه، لكن احنا بنتكلم في حته تانية، لان في ناس بتستغل المواقف اللي زي دي وتطلع تعمل فيديوهات وتقعد تشتم في بعضها. لا طبعا، على سبيل ان هم كده يجيبوا مشاهدات وحاجات، لا يعني على حساب متابعين والكلام ده كله، وحياتهم الخاصه بتبقى ترندات. يقول لك ايه ترند الخناق؟ انا الترند انا جوه اجيب 5000 دولار. بس احنا بنوريكم فعلا حاجات بتحصل من نماذج الحياه، والمفروض الحما تبقى كده. يعني حما الراجل المفروض تبقى كده، هو انا عايز اقول لك المفروض تبقى في صفه فعلا. يا رب ما تعرفش تعمل حاجه تساوي واحد طلع لها كمان 2 رجاله. لا لا، وربنا مش كده يا رب، وانا كده يا رب، 2 رجاله رباب صاحبه ستات اخواته، فهيجي لها نسوان ولا هم سلايم بيتحدوا مع بعض على رجالته، هيبقوا ضد بعض، والعيال هناك بيحبوا بعضهم، اه بيصدقوا يروحوا يفضلوا يلعبوا في الجنينه هناك، ويبقى ايه حياه ثانيه. وبحب اقعد مع عمه، تقعد تحكي لي كل حاجه عنه، حتى بتحكي ذكرياتها من وهو صغير، للمراهقه، ايوه، للشباب، لكل حاجه، للعجز لكل حاجه. ام ليها، لا ام ما بتسكتش بصراحه، ست زي السكر. انا نفسي اطلعها لكم في مره، بس هتشرد احمد.
زيهم مامي كده بتشردني يعني بسم الله ما شاء الله عليهم. هي وبطوط مشتركين في نفس الصف. دي مش حياتنا يا جماعة ولا دي تربية ولاد، ولكن بتحصل كتير بنشوفها في الحياة كتير والله. يا الفكرة كلها ان فعلا اللي احنا كان في البداية ده عملناه او الكلام اللي كان بيتقال في البداية ده كله بيحصل على ارض الواقع. بيحصل على ارض الواقع. بيحصل بقى على ان هو بيطلع على اليوتيوب او بيطلع على اليوتيوب في ناس بتعمل الكلام ده كله عشان خاطر تعلم شهادات والكلام ده. بس يا ريت فعلا الرجاله يعملوا زي ما احمد عمل، اسلوب رخيص يعني. يا ريت فعلا ما يحصلش موقف زي كده والراجل يقول لا انت بره وخلاص. لا هو الصح فعلا ان لو في حامه عاقله اللي هي ام البنت المفروض برضك ايه الراجل يحبها هو اللي يجعلها بقى في المشاكل، ولا لا انا رايحه اقعد عند ام التانيه. يا ريت مش كلامنا يا ماما بيبقوا كلهم مريضين. تعالى اللي انت بتخاف على بنتي. بنتي ايه اللي بتخاف على بنتها؟ تخيلي بس لو انت داخله كده داخله كده ومن غير مراتك مثلا، ايه ده ما البنت فين؟ وانت فين؟ لا الام العاقله اللي ده اول حاجه طبعا العقل فوق الجميع وحاول تلصم الدنيا عشان الولاد عشان الحياه ما يحصلش انفصال ولا البلاوي اللي احنا بنشوفها دي. مفيش يا ماما الامهات العاقله دي. انا شخصيا ابقى حامه شرير. لا ما حماتك كده كويس وحمات ولادي والله العظيم ثلاثه. لا اللي في عيلتنا دول يا جماعه الشواذ بتوع القاعده صراحه. ايه يعني لكن كده لا حماتك. لكن اللي بشوفه في الافلام كلهم ما شاء الله عليه. انت بتشوفي الافلام حاجه لكن في الحقيقه في ناس كتير كويسه. ما انا هبقى حامه شريره. لا انت مش لا شريره. لا عشان الحياه تستمر. احمد يعني واخد عني عشان ما تسيبيش ولا تبقى حامه عشان ما هي بس هتراعيك انا كيوت بتاع البرفي بتاع كده هتراضيكي بشوكولاته. انا هرضيك انا بس سيبوهم في حالهم. هتديني رشوه. ما تتدخلش في حياتي. ما تدخلش في حياتهم. ايه ده ابني؟ ابنك ابنك؟ ابني ده. طب ما تجيب انت ناس وتجيب برضك امها وشيء. متربيه وكبرت. انا مش عارفه. اتصرف عليها وقال لها جاب تتصرف عليها. ما اولاد الناس اتربوا. مش فاهم ابني. هو زي ما الست اتصرف عليها والراجل اتصرف عليه الاثنين اتصرف عليهم متراب. والله يا زوج ما تبني تطلع على عينيك. انا ده انا هبقى حامه كيوته وغلبانه وانا اتكلم يا جماعه. رجعت في كلامها. ايش دعوه؟ لما لقيت العين الحمراء رجعت في كلامها. ماليش دعوه يا جماعه. المهم يا جماعه ان كان ده مقلب مش مقلب يعني هو بس دخل عليك ودخل عليك. يعني اكيد كده. لا ما انتوا ما طولتوش. بس الحته اللي انا غلطت فيها خساره. مش هيلاحظوها هيلاحظوها. ما انا نبهتهم اكيد هيرجعوا من اول الفيديو هيشوفوها. انت بقى لو ما كنتيش نبهتيهم ما كانوش خدوا بالهم. بس خدني انت ما كنتيش نبهتيهم. اصل انا لاقيها الجلاله واخداها قوي عماله تشتم فيا وانا ورا الكاميرا اقول لها في ايه. انا كنت عايز اقول يا جماعه طب تبهدي شويه تبهدي شويه. شغاله وانا ورا الكاميرا بصاله وانا اللي بتشتم وانا بوصى اقول وقت الخناقات تبهدي شويه. اما بصدق ادخل خناقات بطوطه ما تصدق. احنا مسحت زيتي كده حصل انت بتقولنا عليها. ايوه صح زيتي كده مش عايز اتكلم بقى. محبه يا بنت مش عايز اتكلم بقى. بيوقعنا في بعض يا مطوح. حبه بيوقعنا في بعض. لا والله العزومه بينكوا يعني مش هيحصل. ابعدي يا ستون ابعدي يا ستون. مش الدرجه دي بقتش تقع. وقعت في النص ما بينك. استنى عادي سخن. انا حسيت بكده. هو مش طايق يا ماما شكله. شكله شكله خلي بالك فطنة بالله. خلي بالك ان ده اللي راح كتب على المنتدى موضوع ووجع الناس وضايق الناس. خلاص بقى اللي فات الحركه كانت صعبه. لا مش ترند الموت. لا لسه مش ترند الموت. انت كمان كل اللي بشوفه يقول لك على ترند. والله مش عارف ازاي موت وازاي ترند. انا مش قادر افهم. بنطلع ترند بعد ما بنموت. الحمد لله على كل حال. احنا العزومه يا رامي. احنا يا جماعه قعدنا بالليل كده انا واحمد في شقتنا قلنا ايه ده احنا زهقنا واحنا نفضل بايتين هنا. احمد قوم بينا يا بقى لنا 4 ايام عليك. احنا ما طولتش كده. احنا ما بنطولش كده عشان انت كنت اجازه. عشان اجازه. انت اخدت اجازه قبليها وبعدين الاجازه الرسميه. انا مليت من القعده. احمد زهق وانا كمان زهقت بصراحه. طيب يقرف بطوط من البطوط. انا قلنا وبعدين انا عندي شغل بكره قلت بقى اجي لك بقى بيهم وبتاع ويسهروا معاك انا لما راحتي كده. ايوه عشان برضه شفتي مش انت هتسهر معايا عشان تسيبيني. خلاص شفتي يعني انت هتدخل تنام لشغلك وتسيبني انا كده. لا ما انا هفضل صاحي يعني. الله يعني انت جايبني عشان كده. لا والله عشان تغيروا جو. مش مصدقاك. ومجرد ما انت تنزلي من باب البيت فانت غيرت جو. مش داخل عليا الحوار الحقيقه. الصراحه داخل عليا الكلام ده بصراحه. مش عارف انا حاسه ان هو طمعان في حله محشي بكره. يعني الكلام الكبير كده. على فكره انت كده اللي بتنافسيها انا ما اتكلمش.
اصل انا معيشه عيني على وشي تاني بتدبس نفسها تاني انا معيشه على وشي في عيني فبيلجا للصدر واحده تقول لك محشي والتانيه تقوم من بار فانت براحتك انت اللي تدبست انا هو هيروح الشغل وانت تلبسي ولا تلبس هو هيسيبنا احنا نعمل وانا اقعد اور على السرير ربنا يعني معاكم بقى اخد راحتي ما اتفقناش على كده يا جماعه انا جاي في كلامها تاني لا انا جاي اوريكي طقم المناقشه عشان انا ما وريتهوش كنت المفروض ان انا جايه لك ولقينا الوقت اتاخر للساعه 3 الفجر وما لحقتش اجيلك وتشوف الطقم جيت اوريه لك يا بنت شفته في الفيديوهات بتاعتي ما انت شفتوش على ارض الواقع انا جبته لك معايا شوفيه بقى على ارض الواقع ان شاء الله ابقى معاكي في المناقشه ايوه بس تشوفي قبليها لا بلاش العروسه توري الفستان قبلها يا خايبه عروسه مين يا بابا عشان ما تتنسيش ده فرح ده في الفرح ما هو في الفرح ما تجي عروسه الحفله بقى ساعتها عشان يبقى اول مره تيجي كله ايه ده دي معقوله يا بابا دي معقوله ما انا ما عرضتوش على اليوتيوب وما وريتهمش اللوك النهائي هيبقى شكله ايه لكن انت بالنسبه لك شوفي بقى المنظر انا بقول لك ما حسيتش ان انا الاصحاب سيبيها مفاجاه كده اروح كده طب خلاص ما تشوفوش مش مشكله مش فاهم يا عم اللي بلاش 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 اصل هتعملولي اتفرقوا انت عايزك عشان اه طبقه واشيله فاهم يا ست وانت الحكايه 3 4 قطع تقريبا يا نهار اسود بص عامله عليا بص وانا اللي قلبي طيب يا جماعه انا بوسع لنفسي وجايه بات عندها عشان بكره ولا بعده هقول لهم نمشي يعني بكره ولا بعده يا جماعه انا ما لطقتهاش بس يعني احساس اللي شايف مصلحته في حاجه يعملها استنى انا كنت بحب شمسك انا كنت هدبسهولك شو انت المصري انت بتستعجلي على رزق والله بتستعجلي على رزق طب قول ما تستعجليش ده انا جايه بيت عندك عشان بكره ولا بعده نقوم مدبسين مين مدبسين احمد ان احنا ننزل نجيب لك بقى الهدوم بتاعتك اللي هتحضري بيها المناقشه لا يا جماعه دي كانت رسالتنا يعني ليكم ودي كانت ممكن رسالتنا ليكم انت ايه عديت الكلام اللي انا قلته كله هتنزل تلف تاني الموضوع ما خلصش طب يا جماعه ورسالتكم ليكم لا ما انت واخد مش واخد بالك انت مش بس هتنزل تلف عشان خاطرها هي لا لبسك انت كمان ولبس العيال انا ما بلفش على لبس هو بيدخل اقرب محل اول حاجه بقابلها بشتري منها لا لسه هلف خلاص ما هو اللي عندي ده هو اللي عندي ده انا يعني. يعني انا احاول ادبسك مفيش فايده مفيش تدبيس ولا حاجه اقول يا رب المهم ان احنا هناخد بطوط برضو يا جماعه وهننزل نجيب لها لبسها لان ده لازم يكون تحت اشرافي ده مبدئيا كده ان شاء الله وبعدين نبقى ناخد احمد بقى والعيال ونظبط الدنيا كده حاجه حاجه كده فاهمين لف لف يا عيني هو بتعقد يا عيني احمد ما بيحبش يا جماعه ان هو يلف على المحلات ودي اكتر حاجه بيتخنق منها لكن انا برضو هدبسه في الحوار ده انا مش هسيبه ولسه طبعا في قايمه بحاجات هتيجي خلي بالك لسه في حاجات للحفله هتيجي انت مش واخد بالك ده داخل على ليله سودا قول يا رب قول يا رب احنا في الليله انا قاعده بيتي والسرير حواليا خلي بالك ان انت ما جيتيش حفله الدرع عشان كنت تعبانه لكن دي بقى ما فيهاش نقاش بلاش نار ان شاء الله ان شاء الله قدم المشيئه ان شاء الله انا يعني بقول ان شاء الله ربنا ييسر حالك وهكون بايته عندك برضو ان شاء الله عشان ناخد النقا متاخر ونروح متاخرين ناخد النقا ونشرب نعمل ايه؟ نصحى متأخر يا نهار اسود حرام عليك بعد الشهر نبقى يا نهار اسود لو حد عمل كل العيال يفصلوا كل الموبايلات على يتفرجوا على كل الموبايلات عشان حد ما تفصل ده على اساس ان احنا هننام لغايه الصبح انا يا نهار اسود وانت هتيجي لاخر لحظه وتنام قلت له ريح شويه بالظبط كده عارفه انت زي الامتحانات كده على المنصه اوعى زي الامتحانات كده عارفه اللي هو ايه تسهري طول الليل انت بتيجي قبل الامتحان بساعتين كده قبل ما تنزلي ممكن انام ساعه فاكره عملتها اقسم بالله عملتها في مره في ثالثه باين والله يرحمها امي كانت عايشه لحقت تقول امي اه قامت يا ربي والله العظيم حضرت على اخر لحظه هي اللي عدتها في اليوم ده الله يرحمها الماده اصلا انا ما كنتش بحبها اصلا الماده دي انا كنت سهرانه تذاكر مخنوقه منها وسهرانه عايزه اعديها باي شكل يعني احاول اضغط منها اي حاجه عشان اعدي الماده بس مش اكتر من كده طموحي ان انا اعديها نجحت لا الماده دي كانت منيله انا هبقى اوريها لك في يوم من الايام اوريك منظرها عامل ازاي لا مش هشوف انا شفت كتير منك نصبت كتير
لا ده دي من خير تنصيب، ده انت هتشوفها بس تتعقد. فجيت بقى قعدت اسهر طول الليل، وجيت رحت نايمه الصبح بقى، اللي هو فصلت او اللاوعي عندي مش عايز يحضر الامتحان، فرحت نايمه بقى. راحت تيتا الله يرحمها، يعني هي اللي صحتني، يعني ربنا يرحمها والله يغفر لها، هي السبب ان انا نجحت في الماده دي. فانا جاي البطوط ان شاء الله بقى بلاش كده هيك برضه، هي اللي هتصحيني وهي المناقشه بقابليني لو هي بقى نسيت بدري هي اللي هتصحيني يا جماعه ان شاء الله، تقلقوش وهتشوفوا الطقم بتاعها برضه وتقولوا لي رايكم باذن الله. مش خالص ما تقلقوش، ده دي مدام علاء برضه احنا كل فيديو لازم نذكرها بالخير يا رب ان شاء الله يبقى يوم حلو. ست جميله، ست جميله قلبا وقالبا وكل حاجه. المهم ان شاء الله يبقى يوم حلو ويعجبكم، نشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه والمقالب اللي جايه، واكتبوا رايكم في المقلب المنيل اللي بطوط عملته هي واحمد، انا ماليش دعوه ولا هو ماليش علاقه. بره الكاميرا، انا بره الكاميرا، اطلع بره الكاميرا. حاضر. السلام عليكم.